السلام عليكم، معكم كلثوم. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم البراد اللي هو كما كتشوفوا هذا الشكل. هذا هو يعني كيجي زوين في المنظر ملي كيتحط فوق الطبله. ها هو يعني هذا سميتو نقشتو بهذا بلو سيغن ودرت له ليستخاص. شوفوا هكا كيفاش كيجي. وهنا بالنسبه للون راه كاين يعني كاين هذا الارجونتي، هذا يعني هذا الارجونتي، وكاين حتى الدوغي ديالو. يعني هنا كيبقى على حسب الاختيار ديال كل واحد شنو تيعجبو. المهم بالنسبه لشي تنحتاجو براد اللي هو هذا كما كتشوفوه، كنحتاجو ليستخاص هادو ها هما، وهنا كنحتاجو لهذا هاد لو سيغن هذا هو. فكان هنا كنحتاجو لهاد الكوتون فاش كنحطو حطيات حدانا طبيعه الحال البابي. هنايا بالنسبه لهذا ملي كيتحل فتنديروا فيه واحد الفنيته هنا في الراس ديالو غير باش ما يكرمش لينا، باش ملي نبقاو نبغيو نخدموا به يعني المره الجايه كندير ليه الفنيته بحال ما قعدت تنسدوا ليه الغلاقه هكا بالغلاقه، باش ملي تنجيو نحلو تنحيدوا الفنيته باش هكا ما يبقاش يقصح لينا في هذه البلاصه هذه. هنايا البراد كنجيو للوسط ديال البراد وكنديروا هاد النقطه هذه على هذا الشكل، كنهزوا واحد ليستخاص وتنحطوها فوق منها. هنا كنبقاو نجبدو بحال تنديرو الخطفة. من بعد تاني كنعاود وحدة فوق منها. هنا كنجيو نديرو وحده هنا وحده في هاد البلاصه هنايا وهنا هاد البلاصه وهنا. من بعد كنبقاو نجيو ثاني لهاد هنا الفوق ونديرو هاد بهاد الشكل هكا. هني الا كرمات شويه ولا شي حاجه نعاود نزيدو ثاني فوق منها.
تنجيو هنا كنبقاو نديرو حجره هنا هاد البلاصه هادي. من بعد نعاود نديرو ثاني هنا، هنا كيبقى غير الاختيار ديال كل واحد، نقدروا نديرو هذا الشكل. هنا بالنسبه لهذا الشكل هنايا يعني كل واحد كيقدر يزوق بطريقه يعني باش بغى. نقدروا نكتفيو غير بهاد الوردات هنايا، وحده هنا وحده في الجهه الاخرى وشويه هنا، وعدل بالنسبه لهاد البلاصه هذه. اللي بغى راه يقدر يدير غير هاد الجوجات، اولا كيقدر يزوقو كله كاع يعني يجي عامر. المهم هانتوما هنا كما كتشوفوا هذه مجرد غير فكره، وهنا كيبقى الاختيار ديال كل واحد، يعني اللي بغى يزوقو كامل اللي عمرو، اللي بغى يدير فيه غير شويه. وكيبقى عاوتاني بالنسبه للون اللي بغى يدير هذا اللون هذا الارجونتي، او اللي ممكن يعني ديروا الدوغي. هنا كيبقى الاختيار ديال كل واحد. كنتمنى هذه غير فكره اني يعني عطيتها، واللي عجبو يعني يدير ليا جيم. وكنتمنى وكنشكركم بزاف، وان شاء الله يعني غادي نقدم لكم حاجه اخرى عاوتاني. أشكركم بزاف والسلام عليكم.